شحنات الأسلحة الغربية المقدمة للقوات الأوكرانية بدأت تظهر مفاعيلها جلية في الضربات القوية بين فترة وأخرى التي توجهها القوات الأوكرانية للقوات الروسية والقوات الموالية لها شرق أوكرانيا. القوات الموالية لروسيا في إقليم لوغانسك أعلنت أن القوات المسلحة الأوكرانية وجهت ضربة عسكرية قوية لوحدة الدفاع الجوي العسكرية في الإقليم الذي أعلن من طرف واحد جمهورية مستقلة عن أوكرانيا. الضابط في القوات الموالية لروسيا المتواجدة في لوغانسك أندري ماروتشكو اتهم القوات الأوكرانية بمحاولة ضرب البنية التحتية المدنية في لوغانسك مراراً وتكراراً، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين. من جهة أخرى، أفادت مصادر روسية رفيعة المستوى أن روسيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي بشأن نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينيغراد الروسية التي تحيط بها أراضي ليتوانيا وبولندا. وكانت ليتوانيا قد أعلنت عن تقييد ترانزيت الشحنات الروسية إلى مقاطعة كالينيغراد عبر أراضيها منذ 18 من حزيران يونيو الماضي، وقالت إنها قامت بذلك وفقاً لنظام العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب شنها حرباً ضد أوكرانيا. وحذرت موسكو مراراً من مخاطر منع الإمدادات الغذائية والطبية عن جنودها في كالينيغراد، كما لوحت باستخدام القوة ضد بعض الأطراف التي اتهمتها بالوقوف وراء ذلك.